أكثر ناس اللي عندهم الزهر في العالم. هاد خونا تقاتل حتى صيد ديك الحوتة الصغيرة، ولكن ما كانش متوقع أنها تنقص حوتة كبيرة وغتجي في الشبكة تلعب. هي تنقص الحوتة اللي عندك راه نقولوا ماشي مشكل، هاربة ماشي تمساح ولا شي حاجة، ولكن باش تنقص وتجي عندك في الشبكة اسمح لي يا خويا، خصك نهار تولد بنتك تسميها زهرة، حيت راه عندك الزهر ديال لا زهرة. هاد خوتنا غاديين بموتور، خونا طاح ليه التليفون، ضرب في الارض، جا عند صاحبو اللي وراه. ترى راه ما يمكنش، راه شوف راه في الفيزيك راه ما يمكنش القضيه اللي وقعت. ضرب طلع جا عنده، ماشي حتى شدو، راه جا عنده الحضن ديالو، قال له احضني. هاد الدراري طارت لهم كره، خونا طلع يجبدها من الفوق، وتصوروا معايا الزهر اللي عنده لقى بزاف ديال الكواري تما. يا بابا أكثر الكسايد اللي تيكونوا في الطريق تيكونوا ممتوقعينش، ولكن تكون غادي وتلقى مطربة جاية لجهتك تلادي لا. هذا عليا. السلام عليكم، بعدا هي الاولى. لا شنو بيني وبينك، شنو داير لك، شنو فاعل لك؟ وانا الا كانت دايزه غير بخوشة ما نقدرش نقتلها. هذا المدافع عمرو تخيل في حياته انه يقدر يماركي شي بيت بحال هذا، والبلا الكبير انه شوف فين جابو في الفوطه ودخلاتها بجي ميتالي. يا بابا. هاد خونا باينة فقد الكونترول على الطوموبيل، ولكن شوف اخوتي كيفاش داز منا. عرفتي الاحتمالية ديال الدوز من هاد الطريق هادي وبهاد الطوموبيلات كاملين وما تقيسكش شي طوموبيل؟ راه 0.00001%، راه ما يمكنش. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس، عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. هاد الدوب كان غادي يهجم على الصياد، هو يبدل رأيه. اخوة اللي فهم شي حاجة كتبنا في كومونتير، واش هو فهم باللي غيتيري فيه؟ حتى هو ما يعرفش هذاك فردي، غيقول غير شي خشبة ولا شي حديدة ولا. شو هذا؟ هاد خونا مكثرة الصدمة، عض على لسانه وما بقاش قاد يهضر. ولكن راه بزاف، راه الزهر اللي عندك اخاي قضيتي هنا. هاد خونا جيب باسي كورة لصاحبو، صدق لقى راسو ماركابيش. سبحان الله. هاد خوتنا مقاتلين باش يطلعوا داك الحوتة اللي شدت لهم في الصنارة، ولكن ما توقعوش انها غتنقص عليهم حوتة اخرى تلعب. هذا ما مكتابه لهم، داك الحوتة هي اللي غياخذوا. طوديني بني ما كات الله يرحم يمك. هاد خونا كان غادي يطيح، صدق ماركي بيت، داكشي ديال الله ما كاينش. هاد السيد ومرتو وبنتو الصغيرة كانوا كيحاولوا اكثر من ساعة باش يصيدوا غير حوتة وحدة، والو ما قدرش. وشوفوا رزقهم كيفاش غيجي لعندهم، حوته غتبدا تنقص حتى غتطلع في الفلوكة. والمشكله الحوته كانت كبيره شويه، بدات كتزعزع عليهم في الفلوكة وكانوا غيتقلبوا. الى شتي فهاد لا فيديو كيبان لك بحال التراكتور غيضرب في القنطره، ولكن فلتو منا البصاخت. عرفتي راه بهاك. هاد خونا رمى الكانيط من قبل القنطره، شدها صاحبو من بعد القنطرة. ترى بزاف. هادي دي اخوتي بزاف. هاي وفش كارد بني هادم، هذا كريزي مان. هاد خونا هزاد العيبة ديال البيتزا ويطيح ليه وحدة من الفوق وشدها بيد ديال اخر، لدرجة ما تيقش راسو، سحاب ليه راسو تحول سبايدر مان تيديرها. هاد اختنا كانت هابطة ديال الغوص في البحر، وشوفوا الاخوان هجمت على سمكة القرش. يعني تصوروا معايا كون هبطت غير قبل شوية. السلام عليكم، بعدا هي الاولى. هاد السيد مقاتل باش يشد الحوته بيديه حتى استقاد دخل الحوته بوحده في الشبكه. هاد خوتنا غيحفظهم الله، حيت كما كتشوفوا دازوا فوق داك العمود ديال الخشب وما حسوش به. وشوف شنو غيطير. مالي سي ابراهيم، وقف. دابا تصور هذاك وندخل فيه هو متي. في حياتي كامله وانا كنتمنى نشوف شي واحد قدر يخرج الذهب من هاد البلاصه، حتى شفت هاد المزهر قدر يديرها. ها انت شدها بيديه وكتبان لك عاديه سهله، كلشي يقدر يديرها، ولكن راه صعيبه بزاف. خرجها. سعداتك اخويا، الله يسعداتك.